نروح للأخبار برضو اللي تخص النادي الأهلي وتخص طبعا الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا الفريق بيواصل تدريباته بدون راحة، بيستعد لمواجهة المقاولين العرب اللي إن شاء الله هتكون يوم الخميس اللي جاي على استاد السلام الأهلي والسلام، وده طبعا ضمن منافسات الجولة 9 في بطولة الدوري الممتاز. خلاص يعني الأهلي بيخوض النهاردة تدريبات بدنية قوية، الجهاز الفني بيجري تقسيمة قوية جدا بمشاركة حارسين علشان يجهز جميع او يتم تجهيز جميع اللعيبه لمواجهه المقاولين. بيتسو موسيماني النهارده كان يعني مع سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، كان في جلسه على هامش المران، كان في حديث على بعض الجوانب الاداريه خاصه بالمرحله اللي جايه. موسيماني كمان كان في جلسه ما بينه وما بين الجهاز المعاون له، وحرص برضه انه يتكلم مع اللعيبه قبل واثناء التدريب النهارده. كان في طبعا تعليمات بتنفيذ بعض التعليمات الخططيه او الفنيه خلال المران. اللاعيبه خاضوا طبعا اللي شاركوا في مباراه البنك الاهلي اللي اقيمت امس تدريبات استشفائيه النهارده علشان يتخلصوا من الاجهاد العضلي، وبرضه يتم تجهيزهم للمرحله اللي جايه يا كابتن هاني. اكيد اكيد طبعا، زي ما شايفين يعني الناس يعني مستمرين في التدريبات، واكيد خلي بالكم كمان انتوا شايفين حاله النادي الاهلي في مش حزن، لكن في ان شاء الله باذن الله حزن ليه؟ يعني لا هو دايما النادي الاهلي، لا اكيد بصي اللعيبه دايما لعيبه النادي الاهلي لما بتخسر نقطه اكيد بيكون في حاله من الحزن شويه. خلاص ده مهم، ده مطلوب. خلي بالك الحزن ده مطلوب لانه بينعكس ان شاء الله على اداء النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه اللي جايه باذن الله امام نادي المقاولين. الاستعدادات المباراه مهم جدا جدا. كمان برضو كنا بنتكلم على جونيور اجاييه، يمكن امبارح جونيور اجاييه يعني بيشارك النهارده في المران الجماعي اللي النهارده كان النهارده الصبح في استاد التتش بعد تعفيه من الاصابه اللي تعرض ليها وابعدته يمكن عن الفريق لفتره طويله. كان احنا عارفين ان اجاييه كان بيشتكي من اصابه في الوتر الوحشي وخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي طويل جدا. اجاييه طبعا من اللاعبين المهمين، لما بيكون في حالته بيكون ان شاء الله بيأدي دور اكتر من رائع مع الفريق، يمكن خاصه في السنوات الاخيره. موسيماني كمان كان حريص انه يعمل عقد جلسه مع جونيور اجاييه، كمان بيتكلم معاه على هامش التدريبات انه قد ايه مهم جدا وانه في فتره قريبه ان شاء الله يكون متواجد. حضور الدكتور احمد ابو عبله طبعا طبيب الفريق كمان بيطمن على جونيور اجاييه، يعني كله في حاله استعداد تام ان شاء الله باذن الله اجاييه يرجع بصوره جيده. محتاجين كل واحد في الفريق، وخاصه ان احنا عندنا بطولات كتير وعندنا منافسات كتير خلال الفتره اللي جايه.